من الاو تي في، صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من حوار اليوم. ضيفتي الصحفيه سكارلت حداد، صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير ولك وللمشاهدين. سكارلت، بدنا نبدا من، ما بعرف هلا بتقولي لي اذا في جديد رئاسي، بس مش معقول نمر من كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري. يبدو صرنا بمرحله لعب على المكشوف رئاسيا، يعني اعلن ترشيح ولو عبر الصحيفه مرشحنا سليمان فرنجيه. بدي قراءتك لتوقيت اعلان هذا الترشيح، ومعلوماتك هل هو منسق مع حزب الله؟ ليكي، انا بقول اول شيء انه أكيد التوقيت كتير مهم، هو أهم من أنه شي كنا نعرفه أنه هو مرشح، أنه هو مرشح وتحديدا رئيس تيار المردة. ولكن بمجرد عمل هالتصريح يعني حرك شوي الملف الرئاسي. أنا بعتقد هيدا شيء إيجابي، لأنه كنا نحن صرنا بروتين ممل بهالموضوع وكأنه ما حدا بده يعمل شيء. لا، بعتقد أنا أنه رئيس بري عمل شيء مبادرة، يعني حرك الجو، والبرهان أنه كله اليوم عم يحكي، رجعنا نحكي بقوة بالملف الرئاسي وبالاحتمالات الرئاسية. هلا أنا بديك رأيي، بعتقد يعني الكل صار شاعر انه الوقت يداهم، انه ما بقى في البلد يحمل كتير، مشان هيك هلا بلشنا بالحكي الجدي. وهيدا للحقيقه يعني مبادر كلام الرئيس بري حرك، يعني صرنا عم نحكي بالجد، ما بقى في كل واحد عم بيتخبى وراء عموميات، نحن بلشنا فتنا بصلب الموضوع. وانا بعتقد هيدا دليل، أنا شخصيا ما بعتقد إنه القصة مطولة كتير. أنت دايما بتقولي هيك، حتى بالمقابلة قبل على الاو تي في قلتي قد تكون قريبة التسوية. يعني قريبة إنه قبل الصيف، يعني أيه. قبل الصيف مش قريبة، يعني بكره وبعد بكره، بس هلا كنا قبل عم نضيع وقت، كل واحد عم بيحكي أشياء هو يمكن مش مقتنع فيها. اليوم فتنا بالجد، صار في مرشح واضح، مرشحين واضحين، يعني بدنا نبلش نحكي بالجد. معناتها هيدا دليل إنه التسوية، ما بعرف إذا تسوية، لأنه بتعرفي أنا صرت عم بقول لحالي إنه نحن كلنا راكدين نحكي عن الرئاسة، بس هل هو المشكلة فعلا بالرئيس؟ يعني نحن كان في رئيس، هل كانت ماشية الأحوال؟ لا، المشكلة أكبر بكتير من الرئاسة بلبنان. هي مشكلة شو دور لبنان اقليميا، يعني شو بدهم منه بقى، اللي كانوا عربين، اذا بدك عربين انتجيمي، يعني يمكن منا الكلمه دقيقه، بس اللي كانوا مهتمين بالوضع اللبناني، شو اليوم بدهم من لبنان، شو المطلوب. مشان هيك اذا جبت رئيس وما كان له تأمين، ما كان في تغييرات دولية وإقليمية، يعني ما كان في وضوح بالصورة الإقليمية والدولية، يمكن أنت بتجيبيه عم تحرقيه، يعني شو رح يقدر يعمل أكثر مما جرب يعمل غيره بالنهاية. مشان هيك خلينا نكون حذرين بالتعاطي مع هالملف، لأنه القصة مش بس قصة رئيس، قصة شو المطلوب من الرئيس بالمرحلة المقبلة. طيب، بس في كثير قراءات حول توقيت اعلان الرئيس نبيه بري ترشيح سليمان فرنجية علنا. في بعض قراءة بتقول انه كبهل او اعلن الترشيح مباشر وعلني لحتى يزرق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو يحسه على يرشح نفسه اول شيء، لانه يقال انه كانه الثنائي عمل معركة فرنجية وهو باقي بعده صامت، ما فينا الا من امن 65. على غرار، بس على غرار ما البعض يتهم الثنائي وتحديدا الرئيس بري انه طير اللواء عباس ابراهيم واحرقه. لا، انا معلوماتي على الاقل، معلوماتي من الثنائي، من مصادر من الثنائي الشيعي، انه كان حزب الله يعني على الاقل والرئيس بري طالبين منه لرئيس تيار المردة انه هلا ما تحكي كثير، خفيف لحتى نقدر نحن نشوف شو فينا نعمل. لا بالعكس، ما كان ابدا الجو انه هن عم بيعملوا له معركته وهو قاعد، لا، هن مطلوب منه كان بمرحله ما انه خليك لنشوف نحن نحضر الجو، نستطلع حتى ما تكلها انت، يعني تفوت مثل ما هلا شوفي مثلا كيف قوام بهالبلد، الشخص بزحت، يعني مثل ما بيقولوا، مثلا شوفي شو صار بين الرئيس نبيه بري والمرشح ميشيل معوض. يعني صار هلا مثلا، يمكن هي بدك تقليلي من الاول عارفين ما رح يوصل، ما بعرف، بس هلا صار مبين، صار في خلاف كتير واضح، كلامه مساجله، وصار ما بقى في يطرح حاله كمرشح مش تحدي.
يعني بس شو اللي تبدل؟ شو اللي تبدل مثلا؟ كنا عم نقول اذا قدرنا نأمننا ال 65 على لسان نائب علي حسن خليل، وكمان طالما انه روق هد البال لنشوف اذا بنأمن لك ال 65، هلا شو تبدل؟ 65 ما تأمنت صح؟ ايه ما تمنيت، بس قلت لك هلا حاسين انه فتنا بالجد، يعني بعتقد انا صاروا حاسين البلد ما بقى يحمل. هي القصه بنرجع من عيد ذات الكلمة، يمكن تسوية الإقليمية والدولية بعيدة هلأ إذا بدك منحكي بهالموضوع، ولكن البلد ما بقى يحمل، لازم بالقليلة تحافظي على حد أدنى. مشان هيك بلشنا بالكلام الجد. طيب بس سليمان فرنجي ألماني الأول بهالترشيح، يعني متى يعلن ترشيحه؟ إذا طلع الرئيس بري ورشحه، واليوم في كلمة لأمين عام حزب الله، وما بعرف بمعلوماتك إذا هل سيتلاقى ويعلن كمان خلص مرشحنا على غرار ما صار وقت رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون، نحن مرشحنا سليمان فرنجي ونقطة على السطر. متى سليمان فرنجي يتحرك او يعلن هذا الترشيح؟ بس نحن بلبنان بالسيستم اللبناني مش مطلوب من المرشح رئيس الجمهوريه لا رئيس ايميل لحود ترشح قبل بوقت، ولا رئيس ميشيل سليمان ترشح قبل بوقت، بس اجى اسمه بتسويه ما، بس ما مش مطلوب يترشح. الفكره انك ما تعملي شيء اذا كنت انت، اذا كان هو مرشح جدي وهو مرشح جدي، مطلوب منه ما يعمل شيء خطوه تنزلق لمساجلات وتعكر الاجواء. فاذا انا بعتقد لا، مش معناتها مش مطلوب منه يترشح علنا، مطلوب انه ينشغل له، هن هيك عم بيقولوا الثنائي الشيعي. في في رفض من قبل المعارضه لسليمان فرنجيه، في تمسك من قبل الثنائي الشيعي بسليمان فرنجيه ورفض للنائب ميشيل معوض، كما رفض لقائد الجيش. صح حيل ولا غلط لما بقول الرئيس بري لن تتكرر تجربه 2008 وما حنروح على تعديل دستور، يعني ضرب امكان ترشيح قائد الجيش، نحن قدام. طيب شو هيدا السيرك اللي عم ندور فيه حتى لو اعلن؟ مشان هيك انا قلت لك بلشنا بالكلام الجد، يعني رئيس نبيه بري بكلامه الاخير اللي اكيد كان مدروس ومتقصد يعني يحكي زح، يعني ما بعرف اذا عمل له فخ ولا يعني، بس على كل حال وضح انه ميشيل معوض ما بقى مرشح. بقى اثنين هن قائد الجيش، قائد الجيش ورئيس تيار المرده. هلا بالنسبه لقائد الجيش هو بيعتبر انه سكر له الطريق من ناحيه انه قال ما في تعديل، ما بيقدر يتامن النصاب لتعديل دستوري، وبلا تعديل دستوري مش وارده نحن نجيبه. هلا ما بعرف اذا صدفه ولا لا، انا ما بدي اقول شيء مني اكيده منه، بس ولكن فجاه مثلا امبارح الحادث اللي صار على الحدود اللبنانيه، وهو اكيد يعني هيدا من بثق من قناعه ومن دور الجيش اللبناني، ولكن صار في هيك من بعده من نوع من حمله وصور وتأييد للجيش، مثل كانه يعني بمطرح ما. انا اكيد هو الحادث مسؤولين عنه الاسرائيليين، العدو الاسرائيلي مختلفنا، بس بعدين صار في حمله اعلاميه وكانه هيدا جواب انه لا، منه بعده، يعني بعده هو الاساس وهو اذا بدك نوع من مخلص للاوضاع اللي نحن فيها. فاذا هيك قريتيها، فيك تقريها هيك، فيك تقريها هيك، وفيك تقريها غير هيك، فيك تقريها انه هيدي كانت، انا مش عم بحكي عن الحدث اللي صار، الحدث اللي صار مش بارادتنا، تصدى ضابط بالجيش اللبناني وطني ومشكور وكل الجيش معه، ولكن بعدين صار فيه مثل حمله اعلاميه بتخليك تفكري، يا اما الرساله هي تطمين مطرح ما لحزب الله انه انتم خايفين بتقولوا انه هو قريب من الامريكان، وانا لا هو وطني ونحن ما عندنا شك اصلا هو وطني وهيك، يا اما فيها تكون انه في فئات استغلتها بغير طريقه، انه ايه ليش بعدنا بحاجه لسلاح حزب الله طالما عندنا الجيش بيدافع عن الحدود وبيدافع عن الوطن، يعني فيك تاخديها بعد بكير لنقدر نفهم على المضبوط الغازة، بس كأنك ولكن في شيء صار وكانه رجع انطرح قائد الجيش بقوه على ساحة الرئاسة رغم الكلام يلي قاله نهار السبت أو الجمعة. بس أنت عم بتخالفي كتير هيك تحليلات وتوقعات، يعني أنت اليوم عم بتقولي لي أنه قائد الجيش لا يزال مرشح قوي من ضمن المرشحين الجديين، بالوقت يلي لما طلع قال الرئيس بري هيك كلنا فهمنا أغلبية طبعا أنه لا، قطع له ورقة أنه ما في قائد الجيش، يعني مش قطع له ورقة، حتى هيك العذر الدستوري اللي هو عذر موجود، بس أنه عذر يعني إذا بدك له مقنع، يعني في شيء مقنع فيها أنه ما في تعديل دستوري وما راح نروح، ولكن يعني نحن عم نحلل طبعا لانه بعد ما في بعد القصه كثير، بس فجاه اليوم مطروح
قائد الجيش، هل بدون تعديل دستوري او مع تعديل دستوري؟ هلا هيدا كله ما بلبنان بالعجايب بتصير فجاه، انه كنت متصوره انت ميشيل سليمان مثلا قائد الجيش انذاك يجي بهالطريقه وما حدا يقدم طعن لانه اجى بتسويه، شو بيمنع بكره ينحكى؟ كله هيدا قابل، نحن ادمين على شهرين ثلاثه، بفتكر رح يصير في كثير تطورات. يعني تطورات شو امنيه؟ تطورات بس بدها تتوضح الصوره، نحن هلا عم نتحذر، بكره الامور هالاسئله اليوم اللي عم نطرحها حضرتك وانا عم نحكي وعم نجرب نلاقي اجوبه، بكره هيدي الاجوبه بتجي منا لحالها وببين يعني، بس انا اللي عم جرب اقوله انه من هلا للصيف، يعني من هلا لاخر حزيران مفروض يعني يصير شيء تطور ما بالملف الرئاسي. لا ليش ليش بيني عم بقول لك؟ لانه البلد ما بقى يحمل، هن يمكن الناس بتحكي وبتحضر تلفزيونات بس هن بقلبهم بيعرفوا انه هن ما الوضع مش محمول بالبلد. هيدا يعني تحليل او معلومات؟ لا هيدا تحليل. تحليلك وتقدير. اوكي، عشو بانية؟ هل في شيء برا خارجي ما بعرف من وراء اجتماع باريس الافتراضي او اللي عم يحصل؟ ممكن يكون في تقارب سعودي سوري او تقارب سعودي ايراني عبر قطر. يعني ليش عم تقولي لنا انه بالصيف؟ لافت هالكلام، مش معقول قبل الصيف، حتى بحزيران حكيتي عن بقول يعني بهالثلاث اربع شهور يعني قبل انتهاء حاكميه مصر في لبنان، صح؟ ايه، بس مش ضروري يكون هيدا السبب يعني. هيدا السبب، لا الصيف، لانه الصيف يعني البلدان المعنيه اجمالا بتفوت بعدين نحن ادمين على تطورات كبيره بالمنطقه بالعالم قصدي، يعني بكره بيخلص الشتاء بالقاسي باوكرانيا ما بتعرفي شو بيصير يعني. طيب الموقف التطورات السعودي الميدانية. لا الموقف السعودي انا بعتقد واضح. شو واضح؟ يعني واضح انه هن ما بدهم، مش هاممون الوضع اللبناني، مش هاممون، الهاممون يعني اذا بدهم. ليكي خليني اقول لك من الاخر حتى ما نضيع يعني عم نحكي عن المرشح سليمان فرنجيه، المرشح سليمان فرنجيه عنده مشكله بالساحه المسيحيه. أوكي. وهلا انت اذا جيتي بدون تغطيه مسيحيه يعني من الكتل الكبيره المسيحيه اللي هن معروفين، يعني انت عم تخلقي مشكل جديد بالبلد، يعني هيدا ما بكون جاي ليحل، مشان هيك انت بدك تأمني له وعلى الاقل واحد من هالكتل. شو عندك سيناريوهات؟ عندك سيناريو القوات اللبنانيه تيجي تحضر على اساس هي بتروح بتصوت لمرشحها مثلا اللي هو ميشيل معوض بس بتأمن له نصاب. في هي احتمال، هيدا مرتبط بالموقف السعودي، مشان هيك فتت بهال اي لحد هلا الموقف السعودي كل يلي بيزوروا السعوديه بيقولوا انه ما في شيء مبين من هالنوع. السعوديه اذا بدها تسهل انتخاب فرنجيه في ثمن بدها تقبضه برات لبنان باليمن باليمن او بغير اليمن، بس مش رح يعني مش هامه ما تقبضه بلبنان، يعني هي ما رح تحكي مع الافرقاء اللبنانيه بالموضوع، بتحكي مع الافرقاء الغير لبنانيه يعني ايران، سوريا، سعوديه، امريكا، ما بعرف يلي هن. فاذا هيدا السيناريو لحد هلا واقف. الامكانيه الثالثه الثانيه هي انه التيار الوطني الحر بعد نقاش معمق ما مع الثنائي الشيعي بيقبل يروح يأمن النصاب وبيقول حرية القرار كل واحد يصوت مثل ما بده، بترك الحرية لأعضاء التكتل. لحد هلا ما مبين هيك، لحد هلا ما مبين. ممكن يصير، أنا ما عم بقول مش معقول اثنيناتهم هول الإمكانيتين، معقول يصيروا بس لحد هلا ما مبينين. فإذا أنت عم بتدوري بحلقة مفرغة. هلا مفرغة إنه في هالاحتمال، بس هالاحتمالين موجودين، ممكن بعد شهر شهرين يلي هن بتطور ما تزبط وحدة منهم. بس لما بيطلع رئيس حزب القوات اللبنانية خلينا نكون منطقيين، يعني عم نحاول نكون منطقيين. أوكي، بس لما بيطلع رئيس حزب القوات اللبنانية من بعد كلام الرئيس بري وبيقول نحن حنعطل اي جلسه تؤمن ايصال مرشح حزب الله، او اذا امنوا ال 65 لفرنجي نحن حنعطل من بعد ما كان قايل اللي حنعطل جلسه او اثنين، في تبدل بالموقف القواتي، الا يعكس انه السعوديه رافضه لسليمان فرنجي؟ انا عم بقول لك لحد هلا السعوديه مش رافضه لسليمان، رافضه تعطي
تسهل مهمة ما بلبنان إذا ما بتاخد بمطرح مقابل بمطرح تاني من هالعالم من هالمنطقة. هي بكل بساطة يعني هني عم بيقولوا وقت اللي راح رئيس الحكومة قديش انبنى عن لقائه بولي العهد. نحن سألني وقت شفناه كمجلس نقابة سألني قال أنه كان كتير كتير إيجابي وعبر عن محبته للبنانيين وخاصة المقيمين بالسعودية. يعني ما بعرف هو شو قصده بس أنا فهمتها أنه ما تحكولي بالداخل اللبناني، حكولي هلأ أهلا وسهلا بكل اللبنانيين من عاملهم بعيوننا، ولكن هلأ الملف اللبناني أنا عجنة. وتبين هالشي تأكد باجتماع باريس، يعني وقت يلي جربوا الفرنسوية يحكوا بتسويات ما بمفاعل. سبقتيني نواف سلام وسلامة فرنجية، قدي هيدي المعادلة ممكن تزبط بلحظة ما ولا لا في رفض لنواف سلام من حزب الله؟ يعني أنا بعتقد أول شيء يبدو أنه هو مش على شخصه بس هي هالمنطقة هاي. ما أنت بدك تمشي هالبلد ولا بدك تعرقلي؟ بدنا نكفي بالعرقلة، بده يجي رئيس لتكفي العرقلة ولا لحتى يتحسن؟ آخر شيء للأسف التسوية مش عنا، نحن فينا نعمل تسوية هالقد حدا، بس هل بينفك الحصار الغير مباشر المفروض على لبنان؟ لا، مشان هيك شو لها طعمة نحن نحكي بهالمواضيع وقت يلي الأمور أكبر من هيك. فإذا هلأ التسوية، هل التسوية الخارجية قريبة؟ ما مبين لحد هلأ، يعني ما فينا نقول. بتشوفي إشارات هيك بس بعد هالإشارات إيجابية، ولكن بعد ما بينت، بعد ما وصلت تكون فعلا أنه في اتجاه. فإذا نحن هلأ بعدنا، هل فينا نظبط بتسوية محلية بس لا نقدر نحافظ على اللي بنقدر نحافظ عليه لبين ما تجي التسوية الأكبر؟ هيدا سؤال مطروح قدام للأفريقاء اللبنانيين. للأسف الأفريقاء اللبنانيين في جزء منهم بينطروا برا. إذا نحن ناطرين برا يعني هلأ ما في شيء. ممكن الحزب التقدمي الاشتراكي، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يرجع يمشي بسليمان فرنجية إذا هالتسوية ما بعرف صارت هيك ما هيك جويك هلأ؟ لا يسير وليد جنبلاط لأنه قايل ما بدي رئيس تحدي، واضح مواقفه وطرح أسماء أخرى. بس هو فرنجية رئيس تحدي هني هيك يعني هو ما عم بيحكي شيء لحتى تعرفي شو راح يكون توجه. بس أنا ما بعتقد هو رئيس تحدي. هو رئيس تحدي إذا كنت اعتبرتي مرشح 8 أدار وحزب الله ومنه هيك؟ يعني هو عم بيجرب يكون مش هيك لما بيرشحوا الثنائي. البعض بيقول لك انه واضح. طيب لكن ميشيل عون كان مرشح 8 أدار؟ لا بس مشيت فيه القوات اللبنانيه الكتله الاقوى مسحيا. طيب ما هلا الايام قدامنا. انا ما بقول انه اليوم يلي انت شايفتيه موقف ثابت وجازم بكره بيتغير. نحن عندنا افرقاء سياسيين شاطرين بهال بس كانك عم بتقولي انه ما في مرشح ثالث وسطي. لا بلا بلا عم بقول سألتي قلت لك هلا في مرشحين جديين. الاول سليمان فرنجية فسرنا لك باي حال تاني بيجي يا اما القوات اللبنانيه او التيار. يا اما التيار الوطني. لحد هلا ما مبين انه ولا واحد منهم، بس ممكن يتغير. قائد الجيش قلنا شو المشكله، مع انه يبدو في يعني في اللي شفتي بعده فاعل على الساحه ومبين انه حتى لو التعديل الدستوري هلا مش وارد بس بيورد بحاله ممكن يصير شيء يخلي انه يعزز له حظوظه. هلا اذا لا هيدا ولا هيدا بدك تفتشي على حدا ثالث. انا بعتقد في امكانيه لحدا ثالث النهار اللي ببين، وهيدا الكلام اللي بالخفا عم بنبلش ينحكى انه اذا حزب الله بيقدر يشوف انه مثلا ليش لا شخص بيطمن. يعني هن ذات المعادله اللي حكينا فيها في شخصيات كبيره يعني نابعه من حراك بكركي او البترك الراعي عبر المطران ابي نجم. هلا البترك الراعي ما بعرف اذا لاحظتي بس جمعت الماضي راحوا لعنده مجلس نقابة المحررين كان كتير كلامه قاسي، كان كتير كلامه مهم. ما بعرف ليش ما كتير يعني أخذ بالإعلام. حكى عن عتب كبير على كل الأفريقاء اللبنانيين، قال الكل، ما قال يعني الثنائي أو تيار المستقبل، حكى عن كل الأفريقاء أنه ما في كتلة بدها تنتخب رئيس. وقال إشياء كتير مهمة. نحن مشكلتنا أنه يلي عملوا الحرب بعده اجوا على الدولة والعقل الميليشياوي بعده مسيطر. هيدي أول مرة بيقولها البطرك بهالشكل. هيدا معناتها عم يعني عنده يعني حاسس ب
اذا بدك انه مش بعجز بعجز. حتى امبارح عزته كانت لافته بيقول اول مره يمكن بيحكي انه عم نحكي وعم نعمل شعارات سياده ساعه وممانعه ساعه اخرى، وبالتالي هيدا لافت ان يصدر هيك على البطرك الراعي. يعني بس هيدا على شو بدل؟ بدل انه ما في حل، ما عم بيقدر يعمل شيء، وما عم بيقدر. انه سالوه بفتكر انه ليش ما بتجمع الافرقاء المسيحيين، قال يبدو ما بدهم. يعني عم بيقولها بيصير عم بيحكي بطريقه واضحه انه هن الافرقاء المسيحيين ما بدهم يطلعوا يجتمعوا. الويت ما بدها، الويت كان موقفها واضح، عم بتقول هي موقفها انه انا اذا بلا شيء لشو بدي اروح، يعني اذا بس لفقط الاجتماع والصوره. وجهه نظر القوات اللبنانيه هي. بس هيدي اسمحي لك انه منا وجهه نظر مقنعه. ليش؟ لانه نحن ببلد يعني الوضع ما بعرف اذا هالكتل حاسين قديش وضع الناس متعب. يعني طيب شو عندك بديل عن الحوار؟ يعني بنقعد نحن على جنب ننطر ليتفقوا برا، وبعد لشو عندك كتله 19 نايب متقدي؟ طيب شو بيعملوا؟ بس عفوا سكارلت، انت شي مره الحوار شي يعني لا دائما بينتج، دائما احسن من اللا حوار. انا من الناس اللي مقتنعه انه الحوار دائما احسن من اللا حوار. يعني نحن بلد الناس لازم تحكي مع بعضها، ما بيصير بتضل تقدري تاخدي وتعطي او تقربي او تقنعي او ما تقنعي، بس بضل يفيد، بتكوني قدمتي خطوه، بخف التشنج الكلامي. حاج بقى ياخدين هالناس، نحن كلمه بتاخدنا وكلمه بتجينا. بس اذا في تمسك شيعي بسليمان فرنجيه وعمل هالحوار، نعمل هالحوار، شو الحل؟ اذا في عندك كتله وزن كبير، يعني مكون اساسي اليوم عم بقول لك انا مرشح سليمان فرنجيه، يمكن حدا شوي على نقطه على السطر، شو نفع كل الحوار يعني؟ طب شو عندك بديل تاني؟ نقعد بنلاقي بنقعد نتفرج وبنخلي البلد، بنتفرج على البلد عم يغرق، بنتفرج على الناس عم بيعانوا. انه كيف يعني؟ شو عندنا خيار؟ يعني حتى لو ما له نتيجه مثل ما فاقعه يعني حقيقيه وبينه وبارزه، بس اكيد بخفف التشنج، والناس بحاجه لتخفيف التشنج. انت ملاحظه كيف الناس ما بقى فيها تحكي مع بعضها؟ اذا زمور بيعمل لك مشكل بيطلع بيطلعوا ببلشوا يضربوا بعضهم، ما بيصير. يعني نحن بوضع معلش لازم هالافرقاء السياسيين اللي بايدهم جزء من الحال لازم يفهموا انه الناس ما بقى فيها. طيب هالاسماء الغير المرشحين سليمان فرنجي او قائد الجيش ليه عم تنبحث او عم تنكب او عم تطرح؟ مش عم تنكب، حتى هني عم يتحركوا. يعني جهاد أزعور مثل بعض المعلومات انه زار الرياض ورجع اجى هون اجتمع زار حزب الله. زار إيه؟ حزب الله او رئيس بري زار حزب الله. عال روقي هون معلومه مهمه. لا روقي، لا ما فيك جهاد أزعور ان يزور حزب يعني معزوله عن البلد. لا تقلك ليه جهاد أزعوري بنظر حزب الله كان يعتبر بمكان ما زلمة السنيورة، إذا بدي أحكيها هيك مثل ما عم نحكي بالتحليل السياسي، وكان البعض بيقول إنه مستحيل حزب الله أن يلتقي جهاد أزعوري أو يقبل بجهاد أزعوري. معلوماتك هلا أعطيني معلومات، ما زال أعطيتيني معلومة مهمة إنه زار جهاد أزعوري الحزب. بس منا كتير مهمة لأنه كل المرشحين بيشوفوا هالأفريقاء النافذين. لا الجو إنه هو أول شيء ما فينا نقول زلمة فؤاد السنيورة، رئيس فؤاد السنيورة، هو يعني مشكلته مش انه قريب كان وقتها بنظر الحزب. انا مش لا رأيي. هو مشكلته انه قريب من صندوق النقد الدولي اللي هو حزب الله عنده تحفظات كتير على المشروع اللي ممكن يساعد لبنان بهلا. فاذا بيشوفوا بس، وكان بيقولوا انه كانت جلسه ايجابيه، بس هل معناتها صار يعني داعم؟ ولا بين بعده داعم سليمان فرنجيه. هلا في شخصيه تانية انت ما بعرف ليش ركزتي على جهاد أزعور. في ناجي بستاني، في كذا شخص، في سفير خليل كرم. هلا امبارح بين اسم جديد هو السفير فريد الخازن، انه في اسامي، في شخصيات كبيره. مين 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 عطى اسم سفير؟ ما بس شفتي باسرار النهار كان في النائب سابق وسفير. يعني هلا شو بدي، في كثير بيكتبوا اسماء، بس لا اللي عم يتحركوا جديا. انا ليش شددت على جهاد أزعور؟ لانه هيدا الاسم اول شيء انا بالنسبه اذا بدي هيك مثل توصيف صحافي لا يلزم اي مؤسسه او اي شيء، حتى انا بشتغل او تي في لا يلزم، بس جهاد أزعور هو حدا عنده كاليبر شغل بصندوق نقد الدولي، عنده خبره اقتصاديه، صح بمكان ما كان مقرب من الرئيس فؤاد السنيورة، بس عنده بروفيل. هو ابن اخته لل
يعني شو كان وزير ولا نايب جان عبيد كمان. الراحل جان عبيد 100%، وكمان انه رئيس تيار اللي الوطن كان عنده شبكه علاقات طرح اسمه، يعني مشان هيك انطلقت من جهاد ازعور، طرح رئيس تيار الوطن الحر اسمه ببعض الاجتماعات، يعني هو منفتح. اذا عم تقولي لي زار حزب الله انه ممكن، ما بعرف موقف الحزب انه يكون لين تجاه امكان السير كمرشح يتفق عليه جهاد ازعور، ما 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 مبين هيك. هلا حزب الله مثل ما انا بعرف يعني بيجتمع بكتير شخصيات، وكل واحد بيطلب بيشوفه، بس هل بيغير رايه لحد هلا؟ لا ما مبين هيك. بس مش مسكره، يعني مش مسكره الباب، مش مسكر كليا. هن قالوا سليمان فرنجيه، يعني نصر السيد نصر الله ما قالها، بس الرئيس بري قالها هديك اليوم بشكل واضح. هلا بدنا نشوف، ننتظر بعد ساعتين ثلاثه تيحكي السيد نصر الله. يعني عم بتقولي انه برايك ما في تمسك بسليمان فرنجي او لا احد؟ لا ليكي، انا برايي في تمسك بسليمان فرنجي، بس بتوصلي لوقت انه ممكن تنفتح ثغره جديده. هلا اليوم رجع بقول لك اليوم هيك مبين، بس بكره ممكن يغير. انا ما ماني حاسه انه في تسكير 100%، يعني ماني حاسه. ليش؟ لانه كمان شو هن، ما هن معلوماتك صادمه اليوم. ليش؟ يعني لانه كل حدا بيقول لك حزب الله والثنائي متمسك بسليمان فرنجيه، انت اليوم عم تفتحي هيك مثل قوه انه لا يمكن ما يكون في تمسك للنهايه بسليمان فرنجيه على قاعده. طيب ما قلت لك سليمان فرنجيه بيقدر يجي بحالتين، رجعنا عم نرجع بنكري، يا القوات يا ما هالحالتين مش متوفرين لحد هلا، مش متوفرين. هلا شو بيصير، شو بيقدروا يعرضوا، شو بده يصير بالحكي ما بعرف. بس هلا مش متوفرين، يعني نحن اذا مش متوفرين بنضل 10 سنين هيك؟ لا، انا بعتقد البلد ما بيحمل. بده يجي يوم يا يقدر حزب الله يقنع، يا هول القوات الاهين ينحكى لو التسويه السعوديه الايرانيه قريبه بتقولي هلا بتصير، بس ما مبين. بس اهين يحكي حزب الله مع مين؟ مع القوات او التيار؟ يا اما بده ينطر انه يجي اشاره ما، وممكن هي تصير، ممكن تصير بعد شهر، ممكن تصير بعد سنه، ما بعرف. بس هلا هيك، او يحكي مع رئيس التيار يلي بطريقه ما بشي ما يمكن يقنعه انه لا سليمان احسن. اوكي هلا هو لحد هلا تيار لا قاطعة، الاثنين مسكرين. ايه قال جبران باسي رئيس تيار الوطن الحر لا قاطعة لسليمان فرنجيه، وكمان قال وصف قائد الجيش بقائد الانقلاب. على كل حال بعد الفاصل بدي اكمل معك، لانه بعتبر فيها كثير هذه الحلقة من المعلومات اللي البعض ما كشفها سابقا. فاصل واواصل هذه الحلقة مع صحفي سكارلت حداد. عودة لحوار اليوم مع صحفي سكارلت حداد، أكمل أنا وياك هذا النقاش. بدي بتحليلك، وما أكيد مش معلومات، بس تحليل سياسي، مثل ما شايفة الأمور رايحة بظل هالتصلب بالمواقف، بانتظار طبعا ماذا سيقوله أمين عام حزب الله، نحن أمام رئيس سيكون وسطي بالفعل، وسطي بالآخر، هيدا شيء يعني ناطر شو؟ تسوية سعودية إيرانية؟ تتبين ملامح شو حيصير بالبيت. هلا هي لو بتصير التسويه السعوديه الايرانيه بهالقرب بهالشهرين اكيد بتتسهل الانتخابات الرئاسيه بلبنان، اكيد بتصير هيني، وبصير مهام الرئيس اللي جايه بتصير فيك تعولي عليه انه لا رح يقدر يعمل شيء. بس اذا بس لحد هلا برجع بقول لك يعني في معلومات متضاربه، طبعا في تقدم بال 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 بالمفاوضات، بس بعد ما وصلنا لمطرح جزري، امتى بتكون المؤشر الجدي للتطور؟ ما اول شيء طبعا وضع اليمن بعده مش واضح. صحيح الهدنة يعني ما صار في حرب، بس كل يوم بيحكوا لك يعني بعد مش واضحة الصورة. وتاني شغلة، وقت بيصير في تبادل بالسفرات بيرجع التبادل الدبلوماسي لحد هلا، لأنه بعدنا بمستوى تاني بمستوى أقل، ساعتها بتقولي لا في تقدم جذري، واكيد لبنان بيكون بيستفيد من هالجو. لحد هلا ما فينا نقول هيك، مشان هيك نحن بدنا نجرب نلاقي تسويه على قدنا صغيره، بس معناتها هيدا الرئيس اللي جاي اذا ما في تسويه اكبر
ما رح يقدر يعمل شيء كثير شيء يعني بيكون وسطي. شو يعني وسطي؟ يعني بين 8 و14 لليوم في 8 و14 هاد اذا ورنا جبس ثاني هو الاسماء اللي فعلا وسطيه وقادرين يحاوروا الكل ويحكوا مع الكل. قادرين يحاوروا الكل وما في حدا عنده موقف كثير سلبي منه. بس هالقد بس ما بكره رح يبلش واسع عليه وقت ما رح تقدر وقت هل رح يدير يعني هيدا الرئيس اللي رح يجي اذا بقي الوضع الاقليمي والدولي بدون تطورات ايجابيه كبيره رح هيدا الرئيس بيرجع بهيكل الدوله يعني بيعملوا تعيينات بس انه على كل شيء رح يكون في مشاكل. طيب استماع بريز يعني ما نتوهم وما نتامل كثير للاسف يعني استماع بريز كان هالقد سيء وصح انه ممثل الطرف السعودي لما بلشوا بدهم يحكوا بالاسماء هي بحسب معطياتي انه قال انه هو يغادر ساعتها وبيبطل بالاجتماع لانه ما بهم الاسم بالنسبه لي السعوديه. وصح انه فرنسا طرحت معادله حدا رئيس من 8 اذار مقابل رئيس من 14 اذار وسمت نواف سلام بالاسم. لكن انا اللي بعرفه انه هيدا الاجتماع كان واضح من الاول انه السعوديه رايحين عليه مش بحماس ابدا. نعم. اذا بتتذكري الموفد السعودي وصل مأخر على الاجتماع 3 ساعات وواضح انه ما كانوا ابدا محمسين. السعودي موقفه انه نحن ما بهمنا الاسم بهمنا البرنامج والبرنامج يعني. شو البرنامج وقتا حكى بكل ما بعرف كمان ليش في اشياء اوقات بتمروا يعني الناس الفرنسوية طبعا بدهم يسرعوا بالحل لانه هن عندهم يعني اهتمام بالوضع اللبناني وعندهم مصالح يعني بمطرح ما ولبنان هو اليوم بيرجع من خلال لبنان بيرجعوا بيستعيدوا مدخلهم على المنطقة لانه هن بسوريا ما بقى لهم بالعراق ما لهم او لهم دور كتير صغير يعني بدهم يرجعوا يستعيدوا دور بالمنطقة. فاذا من خلال لبنان هن جديين وهن طرحوا معادلة رئيس من قريب من الثنائي الشيعي ورئيس حكومة قريب من الفريق الثاني ما بعرف إذا فاتوا بالأسماء بس أكيد كان هيدا الجو ونحكى أنا برأيي يا نجيب سليمان فرنجية نجيب مئاتي يا سليمان فرنجية ما بعرف مين اللي طلع بنواف سلام بس هالجو موجود. ولكن السعودية ما عندها ما قبلت حتى تحكي بالأسماء أنا ما تفوتوني بالأسماء أنا بهمني البرنامج. ساعتها طلعت الفكرة أنه خلينا نرجع على المبادرة الكويتية مشان هيك انا بعتقد كتبت مقال انه كانوا 5 بالواقع بس كان في ظل الكويت موجوده لانه اذا بتتذكري من بعد هاي من بعد هيدا الاجتماع فجاه القائم بالاعمال الكويتي بلبنان صار عامل زياره لبعض المسؤولين المسيحيين يعني صح زار وطلع ابن شعي وسليمان فرنجيه قال فجاه هيك ما بتفهمي من شو انه انا بايد المبادره الكويتيه ما بعرف اذا بتتذكري معناتها انه عم بيجربوا السعوديه يقولوا انا بدي برنامج الاحسن لحد هلا يلي التقى للبنان هو المبادره الكويتيه يلي اذا بتحب نذكر فيها عده بنود كثيره عندها في عدة بنود بس الأهم بالنسبة للسعودية إنه تطبيق ال 1559 ويعني سيطرة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية يعني بس هيدا بند يعني بند لحاله بده إيه بس وقتها بتتذكر يعني ما بعرف إذا بتتذكري بس وقت طلعت الوزير الخارجية أبو حبيب وقتها نعم. قال نحن بنرحب هالبنود ونحن بنطبقهم واحد ورا الثاني يعني مش كلهم دفعة واحدة بتتذكري يعني أكيد. لبنان بيقدر يربح وقت بس بالمبدا اصلا هيدي هول قرارات منا ضد السياده اللبنانيه يعني في بعض الحكي اليوم بالنسبه لحتى ما نضيع نعم. المشاهد بالنسبه للسعوديه مطلوب من لبنان خطوه كبيره تجاه اضعاف حزب الله مظبوط بمطرح ما هلا هيدا الشرط لحد هلا هو هيدا الشرط السعودي هيدا الشرط ما بيتغير الا في حال صار في تم اتفاق مع ايران لتبريد الملفات بما فيهم الملف اللبناني. فهمتي شو القصد؟ فاذا طالما نحن هلا طالما نحن منا بهالجو هيدا اي رئيس اي مرشح بيقدر يقول ايه انا بدي هلا في معلومات انه كمان جهاد ازعور زار الرياض وما بعرف اذا عندك هيدا الجو هل مزبوط سليمان فرنجيه عم بيحاول عبر قنوات انه يعمل زياره الى
بلا اكيد عم بيحاول، لانه هو يعني اصلا هو بنت فرنجيه، كان عندهم علاقات كثير كثير حميمه مع علاقات مع العائله الحاكمه بالسعوديه. بس يلي تغير انه الامير اليوم، الامير الوريث يعني الامير محمد بن سلمان، ما مختلف عن ما كنا يلي نحن بنعرفه، يلي هو بيعرفه، يلي جده بيعرفه. بس مشان هيك نحن بيحاولوا بركي. بس انا عم برجع بقول لك حاجه، نتعب حالنا، اللي بدها اياه السعوديه مش رح تاخده من لبنان، رح تاخده من غير مطرح، طالما هي هيك بدها تصلي يعني يكون موقفها تجاه الملف اللبناني صلب. في معلومات يعني أكثر اليوم من الفرنسويه جربوا، والخليجيه في بعض مثلا الامارات في كثير جربوا، ولكن ما هلا فرنسا هدفها تدرك تماما اهميه السعوديه، انه نحن مش ممكن لبنان يتحسن وضعه الا بدعم خليجي وتحديدا المملكه العربيه السعوديه. إيه انطلاقا من هون فرنسا عم بتحاول تكون السعوديه من ضمن كل هيدي التسويه، وبالتالي لا وهي بدها تكون من ضمن، يعني كلنا نحن بدنا انه تكون، بس ما هي السعوديه بتقول لك اياها من الاخر. يعني مين بيدفع بلبنان؟ فرنسا رح تدفع، الولايات المتحده رح تدفع، الامريكيه رح تدفع، اللي بيدفع هي السعوديه، او اذا مش هي بتدفع هي اللي بتقول لبقيه دول الخليج ادفعوا تسمع. فاذا هون المفتاح، نحن اليوم وضعنا تعتير حاجه لمصاري، مش هالثلاث مليارات يعني اللي بدهم يجوا، اللي موعودين فيهم من صندوق النقد الدولي او من البنك الدولي. يعني فيها تكون اذا رجعت عطيت مثل ما عملت باليمن مليار دولار بالبنك المركزي، يعني هول يعني انت مع المرشح اللي بتزكيه السعوديه؟ لا انا عم بقول لك هيدا الواقع. نحن كل مرشح تاني اذا هلا ما في مباركه سعوديه، نحن بتكون الحلول جزئيه، يعني بدها تنزل تخفضي طموحاتك لبين ما الظروف الاقليميه تتحسن. في معلومات اليوم، معلومه بويب سايت لبنان فايلز انا لفتتني، لانه تشير الى قنوات تواصل بين الحزب والسعوديه، ما بعرف قديش دقيقه. انا قريتها كمان بس ما عندي معلومات. اوكي، اوساط مقربه من الثنائي تقول انه حزب الله غير بعيد عن الحوار مع مسؤولين في المملكه العربيه السعوديه، ملمحا في هذا الاطار الى لقاء، اكثر من هيك بتقول لقاء جمع قيادي في الحزب مع مسؤول سعودي خارج لبنان. في هيك جو؟ ما بعرف هلا، ليك ما في شيء مستحيل. انا بتذكر وقت اللي راح وفد من حزب الله على السعوديه، كان وقت الوزير محمد فنيش وقت راح، وفي فتره من الفترات كانت العلاقه جيده والتنسيق تام. بس هلا برجع بقول لك هن عندهم غير اولويات. لبنان بالنسبه لهم هو وسيله ليضغطوا فيها على ايران لتعطيهم باليمن. دائما عم نعيد ذات هلا يمكن الامور فيها شوي اهم من هيك، بس هيدي الخلاصه، هي الفحوه. لانه من فاذا نحن ناطرين، في امل، مش انه ما في امل تتحسن الوضع وتنحل، يلتقى تسويه ما باليمن، بس لحد هلا بعد ما وصلنا لهالمطرح. ممكن موفد فرنسي حكى انه باتريك ديغال ممكن يزور لبنان وبيروت، هل دقيقه هذه المعطيات؟ بعرفك شوي مطلع على الجو الفرنسي. لا لحد هلا مش مبين، مش مبين لانه ما في تطور بالملف اللبناني بيستدعي زياره جديده. ما اجى مش من فتره، يمكن هو او دوكان، بلا باتريك ديغال او دوكان، لا دوكان ما اجى، ديرال اجى دوكان يلي هو مسؤول تنسيق المساعدات. اجى وما يعني ما عم بيتقدموا، لانه عم تصطدمي دائما بنفس الحاجز، يلي هو عدم امكانيه الاطراف الداخليه لتوصل لتسويه، وعدم يعني عدم نضوج التسويه الخارجيه. وفي حال نضجت هالتسويه باتجاه قائد الجيش بساعتها بتلاقي الفت ودستوريه، صح؟ وقت بتنضج التسويه، وقت بتكون تسويه اكبر من لبنان، مثل ما صار بقائد الجيش ميشيل سليمان. فاذا ليش صار هيك مع اللواء عباس ابراهيم؟ من طير تمديد للواء عباس ابراهيم؟ وكان في نحن بلبنان، يعني بحيالله ضيقه اذا في اتفاق او كلمه عند المعنيين بالموضوع يمكن كان مشي هذا التمديد، صح ولا غلط؟ لكن صحيح هيدي في نقطة، في قطبة مخفية بهالموضوع، لأنه هن هيدا كان يعني التمديد للواء إبراهيم كان مبين أسهل شيء، كان مبين أسهل شيء، وكان مبين إنه محسوم، وإنه ما في يعني
اول شيء ما في معارضه على اساس كلهم قبلانين بالواقع انه هو شخصيه بموقع مع لبنان بحاجه الى شو صار فجاه في حدا في اطراف وين يعني القطب المخفي اللي مثلا اللي بينقال انه وقتها صار في عشاء كان في رئيس نجيب ميقاتي وكان في السفيره الامريكيه وانه هي طلبت حكته بالموضوع وقال لها ايه علي يعني مثلا هيدي من بس معقولة يعني انه الرئيس ميقاتي غرد خارج سرب الولايات المتحدة؟ ما هي ما كتير يعني واحد ملاكي ما هي انت وقت بتشوفي شخص مثل هلا يعني شخص صار اكبر اذا بدك من الحجم المحلي اللبناني لانه عنده علاقات كتير كبيرة، يا بدك تقولي بنظرية الدور انه الولايات المتحدة الامريكية اللي هو لعب دور كتير مهم حتى اخذ جايزة بامريكا من انه قد ما فلت قد ما قدر وصل لتفليت بعض المحتجزين عند نعم. بإيران وبسوريا، فإذا إنه يا أما الولايات المتحدة الأمريكية ما بقى بدها إياه يا أما في طرف هون أو حزب الله ما بقى بده إياه، يعني هيك بتفكري بالمنطق. هلا تبين حسب المعلومات لأنه كمان نحن فتشنا على هالموضوع إنه لا الولايات المتحدة السفيرة على الأقل السفيرة دوروتي شياك كانت عم تحكي بالموضوع وإنه بدها إياه وقت راحت زارته من بعد ما تبين انه ما راح يتمدد له. كمان كانت انه حتى يقال انه قالت له شيء انه هلا طب مع مين بدنا نحكي يعني شيء من هالنوع ما بعرف اذا الكلام دقيق بس هيدا الجو اللي كان يعني هي منا راضيه عن هالموضوع. فاذا مين بقي بدك تشوفي طرف محلي، الطرف المحلي هل هو مثل ما يقال الرئيس نبيه بري بالاتفاق مع الرئيس نجيب ميقاتي لانه هن كان في حل يا تمديد بمجلس النواب صح. يا مجلس كلنا بنعرف كيف طار القصة مش مثل ما بيقال انه التيار الوطني الحر لا لانه نحط البند حتى التيار الوطني الحر وصل لمطرح انه يقول طب نحن من اذا بينحط اول بند بنحضر من امن هيدا الموضوع وبعدين بنسمع هيك معلوماتك انه التيار قال انه هو بيامن تمديد على شرط يكونوا لكل الوزراء العامين. ايه كان عنده شرطين، اول شيء يكون مش انه ما بينعمل قانون لشخص واحد وهيدا مزبوط يعني اذا بدك بعلم القانون، ثاني شغله انه طيب ما يكون الجدول الاعمال فضفاض. طلعت تقرر جدول الاعمال يكون من 81 بند، فضفاض يعني بالنسبه للتيار، قال ساعتها انه طيب نحن مستعدين اذا بينحط اول بند نجي بنأمن لاول بند وبعدين بننسحب من الجلسه، حتى هيك ما زبطت، فاذا مش الايعاءه ما كانت هي دول معلومات يعني انا كتبتهم مش انه عم نقول شيء يعني اسرار او دفاعا عن فلان وفليتين، فاذا هيدا اول احتمال طار، بقى ثاني احتمال اللي هو القرار بمجلس الوزراء او طريقه، هلا هن بيقولوا انه انعمل دراسه قانونيه وانعرضت على مجلس الشورى ومجلس الشورى وانه لا منيحه هيدي مقنعه ما في حدا يطعن فيها. شوي طلع موقف رئيس نجيب ميقاتي انه انا ما فيني احمل هيك قرار وما بقى حاصله، راحت القصه ضاعت القصه. فاذا شو بدك تفكري يعني طبيعي انك تفكري انه من بعد ما نقال انه محسوم وهين وسهل وقانوني شوي فجاه صار ما بقى حدا بده يتحمل، يا اما في يعني في طرف داخلي خلينا نقولها مثل ما هي، خلينا نقولها مثل ما هي، البعض شايف انه لو اراد حزب الله التمديد للواء عباس ابراهيم ولو انه كل الجو كان يوحي انه حتى اللواء ابراهيم يقول انه حزب الله جرب لاخر لحظه، بس اللي بيقرا الامور او اللي بيقرا شوي بهالسياسه طب معقول حزب الله ما قدر يمدد لو اراد للواء عباس ابراهيم؟ ايه يعني انت قدام اليوم معضله، سؤال واحد لازم يساله نعم. هل عبنا حزب الله عنده كل هالقوه ومسيطر على مفاصل البلد؟ اللي انا ما بوافق طبعا، بس ما بتوافق؟ لا ما بوافق، بس انه هيدا اللي بينحكى انه حزب الله كل هالقوه فائض القوه وهو مسيطر على كل مفاصل الدوله، ما قدر يطلب من رئيس ميقاتي اللي هو اصلا منه بعيد يعني بياخذ وبيعطي مع الجميع، ما قدر يطلب منه هالشيء؟ سؤال. او طلعت بمطرح ما كانوا مطمنين بالهم اخر تكي طلع مثل ما بيقولوا ارنب، يعني خلينا نقولها انه بيكون الرئيس بري والرئيس ميقاتي طبخوها سوا. انت مقتنعه باي وجهه نظر؟ مقتنعه انه الرئيس بري والرئيس ميقاتي هن اللي طيروا التمديد؟ انا مقتنعه انه خساره للبنان بهالمرحله، نحن بحاجه كنا لشخص مثل اوقات يمكن الشخص يمكن خلص دوره بهالموقع هيدا وبكره بنشوفه بغير مواقع، هو هيك عم بيقول هيك قريت انا. سننتقل من الامن الى السياسه، ما بعرف اذا موقع وزاري يمكن كان بحاجه
حاجه بس يعني انا بتعجب انه مثلا الرئيس ميقاتي وقت يلي سنه 2014 وقت اللي استقالت حكومته، بتتذكري ليش استقالي؟ وقت للواء اشرف ريفي انه زعل انه كيف ما بيمددوا للواء اشرف ريفي بقوى الامن الداخلي، يعني هيدي كانت مقبوله وبتحرز انه تستقيل الحكومه وهلا ما منا مقبوله. بعرف في بعد علامات استفهام على هالمواقف، بس بكره بيبين ما في شيء مخفي بلبنان، بس يمكن كمان تكون هيدي تحفيز للمطلوب هلا يلعب دور ثاني بغير مطرح. بتشوفي انه لا ما خلص فعلا دور اللواء عباس ابراهيم؟ ممكن انه يكون في دور سياسي؟ طب اذا انا بدي اسلم جدل، بس معلي انه ما بده اياه الثنائي الشيعي، لا سلم جدل هيك. لا ما بعتقد ما بده اياه. طيب رئيس بري ما هو بعد ما مش الرئيس بري ما بده اياه، يعني هيك مبين في حدا بده يكون عامل شيء لحتى ما يطلع. مثل ما قلنا لك في الشخصين هن كانوا مالكين الحل. رئيس بري بمجلس النواب ما قدر ما غير بجدول الاعمال، ورئيس ميقاتي بالحكومه. يقال ان رئيس ميقاتي مش بايدي ولا بايدي، يقال انه رئيس ميقاتي بيسمع كلمه الثنائي شو بينفذ مثل ما البعض بيقول، مش انا. يمكن في سؤال مشروع يعني، بس ما عندي جواب عليه. حكوميا خلينا ننتقل هلا طوية صفحة التمديد للواء عباس ابراهيم، وطبعا كلنا بنوافق على شو رح يعمل. صح، وبنوافق انه بيستحق يعني كل المنصب ورجل وطني. هو قال مش بفتكر انت كتبتيها بالديار انه ممكن يصير وزير خارجية أو صح فيه. هو قال اساسا يعني بتصريحه الاخير قال اذا انا خيرت بيطمح لوزارة خارجية، بس انا كان سؤالي مين رح يكون من قبل اي طرف اذا حزب مين الله مين رح يسميه قصدك؟ يمكن حزب الله يسمي او غيره يعني. المحبين كتار يعني، وهو دوره يعني بيلبق له لانه عنده هالعلاقات، شبكه العلاقات الخارجيه يلي حرام لبنان ما يستفيد منها. طيب حكوميا مثلا بنحكي على رئيس نجيب ميقاتي، يبدو هالجلسات ست سكارلت مكفيه يعني. جلسات الحكومه، في فريق التيار الوطني الحر بيقول لك طيب انه وكانه في اخذ لصلاحيات رئاسه الجمهوريه، وشفنا شو صار هلا اخيرا بموضوع بند الفيول وكيف انسحبوا حتى الكتل المسيحيه كلها من جلسات من المجلس. تعليقك على جلسات الضروره الحكوميه؟ يعني انا مش ضد المبدا، نحن بوضع لازم يكون في حدا يقدر ياخذ قرارات ليساعد الناس ليساعد وضع الناس بس هلا المشكله وين؟ بتوصيف الضروره، شو هو يعني الضروره؟ اي بند هو ضروره؟ هيدا اللي كل مره عم بيصير فيه لغط عليه، بس بالفكره ايه لا لازم يكون في. طيب انه اخر شيء كمان الافرقاء المسيحيين هن دائما بيتفقوا على ما بدنا، شي مره اتفقوا على بدنا؟ ايه هن بيتفقوا على مرشح وسنشوف اذا بيطلع. ليش اتفقوا هلا بالبند الفيول انه ثلاث تون الكتل المسيحيه ما بدها؟ ليش دائما بنقول انه لا؟ وقتها مثلا تسويه رئيس الجمهوريه اتفق القوات والتيار الوطني الحر، اليوم عم نشوف انه رغم كل الفريق المسيحي ما بده عم ينمشى بجلسات الحكومه. ايه ما هي اللي عم برجع بقول لك، لانه ما بده. شي مرة يتفقوا على اللي بدو انه ما بدنا اجتماعات ما بدنا. طب انت عندك بديل اليوم؟ انا برأيي في البديل الاسهل اتفقوا على مرشح ونزلوا على المجلس النواب وصوتوا له، بس ما راح يتفقوا ما دام مش قابلين القوات اللبنانيه يحكوا. راح التيار اذا بتتذكري عمل وفد وشاف كل الكتل ما قبل حتى يستقبلهم قائد القوات اللبنانيه، معناتها نحن بعدنا عم ندور بمطرحنا. القوى المسيحيه اذا مزبوط انتم خايفين على حالكم، انه اذا ما شايفين انه المسيحيه مستهدفين من خلال صلاحيات رئيس الجمهوريه واستغيابه يعني عملوا شيء. هل تتكرر؟ لا انا برايي هيدا مش موقف يعني ما بعرف موقف مبدئي، بس ما بيساعد الناس اليوم. أنا عندهم وجهة نظر أنه ما بدهم يقعدوا بس للصورة القوات اللبنانية. على كل حال ما ياخدوا الصورة، يقعدوا بس ما ياخدوا الصورة. منا أصل الصورة أنه عدم الاتفاق. أنا عم بمزح بعرف عليك. طيب بتوافقي توصيف نائب ميشيل معوض لرئيس مجلس النواب؟ شو قال؟
ما سمعتي؟ لا شو قال؟ هيدي البوليميك يعني السجالي. لا ليكي انا خليني اقول لك بصراحه وبرجع بقول لك مش دفاعا عن بس انه اكيد هو ما قصد يعني مثل المنحى اللي راحت فيه الوقت، عم يحكي انه نحن عندنا مرشح طبيعي، طبيعي يعني بالمعنى انه طبيعيا هو بيقدر يترشح لانه هو زعيم وكذا، ما بتعرفيهم هول كل القصص، بس هن وفي مرشح مش طبيعي يعني تجربه انبوبيه ايه قال بس هم هن راحوا بغير مطرح يعني دخيلك ما تفوتيني لا انا هالسجل رايك انا ما بيعني لي وما بلاقي حلو ولا خرج نحن يعني طب الشعب منه بحاجه يعني ما بتوافقي لا توصيف الرئيس بري ولا توصيف النائب ميشيل معوض انا ما بوافق على هالنوع من السجلات كل واحد حر بموقفه وانا بحترم المواقف بس يا خيي طب اذا انت مش قادر تجيبه شو بتعمل مش يعني ما بدنا مضطرين نحن اذا مواقفنا مختلفه نوصل لهالنوع من الكلام. طيب القوات اللبنانيه على لسان نائب ستري دجاجع ورئيس حزب القوات اللبنانيه اتهموا بمكان ما الرئيس بري بانه هو بطل يعني رئيس مجلس النواب، صار قائد معركه انتخاب سليمان فرنجيه. وين الغلط؟ هو لا هو رئيس برلمان هو يعني. فريق سياسي هو اجى كفريق سياسي ممثل فريق سياسي هلا بالمواضيع الكبيره وقت بيدعي لجلسات بيدعي لكل النواب بس انه ايه بلبنان هيك يعني بما مش هن كمان اتهموا انه رئيس ميشيل عون كان رئيس فريق سياسي وقت يلي هو كل شيء طالب بالمحاسبه مبدا المحاسبه وهي شو في للرئيس عون؟ نعم باتك عم تلتقي فيه بالرابيه؟ ايه اكيد طيب شو بتفهمي من جوه ماذا يعني شو اللي قدرتي تستنتجي من هذه اللقاءات بما خص المرحله المقبله او عهده او لا هو هلا عم يعني عم بيشتغل قد ما فيه لحتى يحافظ على يعني هو بيعتبر انه التيار مش انه بس هو تكمله لشخص هو مشروع ولازم يتحافظ عليه وعم بيجرب قد ما فيه يساعد الوزير باسيل بلملمه اوضاع التيار بيصير في عنده مشروع وضوح واضح اكثر ليش مش قادر الوزير باسيل هو يلملم اوضاع بس هو التيار؟ شو بدك يكون دوره يعني لا بسالك طيب ما زال عم تشوف الرئيس السابق مش هلا عم تشوف الوزير باسيل عم تقدري تشوفي جوه او يعني انا صحفية بتعاطى مع الكل بجرب ما فيني اجيب اجواء الكل انتهى التفاهم انا خلص وقتي بس مش معقول ما اسالك لا ليكي خليني اقول لك ايه هو انتهى اذا بدك بتحسي فيه تبا يا ريت هلا بلشنا فيها بس لان هذا موضوع مهم في مقاربة مختلفة تماما يعني بس مش معناتها صاروا اعداء يعني الناس ما عم تفهم انه في فرق بين تنهي هيدا التفاهم لانه هلا صار بده ريفريش اذا بدك او ابديت لانه ما بقى يشبه الوضع الحالي ولكن انا ما بفتكر بيصيروا اعداء ابدا يعني بضلوا بيتفقوا بس بيصير على المشروع لانه هو شو الخلاف الاساسي بيناتهم انه وقت اجى ميشيل عون رئيس جمهوريه اجى فات بمعركه بناء من بعد فجر الجرود وكل هول وظبط رجع يعني عطى نفحه جديده للجيش وللتنسيق بين الاجهزه الامنيه اللي هي كثير مهمه صرنا بدنا نروح ل وعمل قانون الانتخاب صرنا بدنا نروح لبناء الدوله هون هن حزب الله بيعتبر انه هاي مش اولويه بينما ميشيل عون كان عنده انه نحن ما فينا نبني دوله بدون مبدا المحاسبه بتعرفي انت هلا شو المطلوب داخليا مش بس هيك هن التيار بيتهم حزب الله ما وقف معهم بمعركه حتى الشراكه خاصه بجلسات الحكومه مشان هيك هلا هي اجت بعدين بس عم نحكي بوقتها ليش بلشت هو التباين بين بلش وقت كان بعده بسنه الرئاسه انه بناء الدوله يعني هو شو يعني مفهوم بناء الدوله بناء الدوله انك انت تعملي محاسبه نحن عندنا بلبنان ما في عندنا ثقافة المحاسبة، ما في جريمة بتنعرف من الجرائم الكبار طبعا كل جريمة، إنه إيه نحن بهي المشكلة، حزب الله بيقول هلا ما بدنا نفتح هالملفات وهو بيقول فإذا في اختلاف بالأولويات واضح خلص وقتي للآخر ختاما فيني أختم أنا وياكي ونقول كما بتشوفي أنت سكارليت حداد اليوم الصيف سيكون رئاسيا؟ إيه أنا بعتقد إنه في احتمال نظبط بتسوية مش ضروري هلا في الامور الاقليميه والدوليه تتسرع بس اذا ما تسرعت فينا نظبط بتسويه اصغر للرئاسه لانه البلد ما بقى شكرا يحلي. شكرا لك على كل هذه المعلومات كانت حلقه بالنسبه لي فيها كثير من المعلومات الصحفيه شكرا لك شكرا مشاهدينا لحسن المتابعه والى اللقاء